كابتن علي هادي تحياتنا إليه. يقول دخول نفق التغريدات يثلم جزء من تاريخك الكبير، أفضل ما شاهدته من جيل 2007 ثقافة وطرح هو أنت. تحياتنا طبعا كابتن علي، ويمكن كابتن علي أيضا يعني أنطي الحق بجزء من هذا الطرح، خاصة أنه إحنا يعني مع الأسف يجب أنه نفهم أنه الجيل الموجود على الساحة قليل ثقافة، يجب أنه من خلالنا أيضا نوعي. فقضية هي البوستات المبطنة هاي يحتاج لها لازم تشرح، فإحنا رح نلغيها تماما. زين، أنا أي سؤال يخص تحياتنا الجلال حسن ما أقرأ لأنه انتهى الموضوع وكلكم شاهدتوا هسه دسيل في شتو تعشون سوا هسه. إيه إحنا كنا طبعا من خلالك طبعا تحية للكابتن جليل زيدان، رغم انه ماكو شيء، يعني هو مو ماكو شيء لانه اكيد اللي حدث واللي صار واللي تكلموا به، واللي حتى اذا انا واذا ايضا جلال تحدث بامور كثيره، انا تحدثت بامور كثيره. كنا في جلسه مع الكابتن جليل زيدان في بيته، هاي قبل البرنامج، قبل البرنامج نعم، وكان جلال وكان محمد قاصد ومحمد حميد وفهد طالب وانا موجود، وكان الاجواء اللي احنا دائما نستذكرها لما كنا بالمنتخب والمواقف والمقالب، لأن هو ماكو شيء، يعني هو ماكو شيء بالحقيقة ماكو شيء، لا بالقلوب ولا هذا. لكن قلت لك الناس أولت الكثير، يوم أنا عندي وجهة نظر وجلال عنده وجهة نظر، مو معناه أنه أنا أكره جلالك جلال يكرهني، ما له دخل. حلو، نعم. صفحة وانتهت. بالضبط بالضبط. اللي عجبني بالقصة أنت جاي من عشاء من كابتن جليل وأبو حالو بينتظرك على العشاء، قلت تعشى. أيوه ما أدري. الأخ نجاح صادق يقول هل المدربو الحراس الآن متسلحون بالحداثة التدريبية؟ نعم، عندنا مدربين جيدين يملكون خبرة جيدة، وأيضا هناك تطور لكن هو غير ملحوظ. ليش؟ لانه ماكو اعلام على هذا المركز اللي الكل تشكي منه، يسلطوا عليه الاعلام وشوفوا شلون. ليش؟ لان احنا بعد فتره راح يغيب علينا الحراس. ليش؟ لانه الجيل الجديد، القاعده الجديده، بدا يتخوف من هذا المركز. صح. يقول لك هذا المركز عليه حكي هواي وانتقادات هواي، وهو اصلا مظلوم على مستوى العقود، على مستوى الدعم، على مستوى الاعلام، مظلوم دائما بمشاكل، فيبتعد عنه، يروح الى يختار الى مراكز اخرى يقدر يحصل منها نتيجه.